بقيت مشوار، الدنيا زحمة جدا والجو حر نار. عربيتي واقفة تحت بيتي قطع النفس، عملتها البطارية ولا البنزين نفذ. ازاي اروح لاصحابي في مصر الجديدة بين المعادي والسكة يا ناس بعيدة؟ واخدت مواصلة في مواصلة وبقالي ساعات، جربت كل الحاجات ده بينه يوم التلات. قررت اركب اي حاجة بقى وخلاص، مشيت شوية لحد ما لقيت ميكروباص. ركبت والسواق مجنون كان ماشي عكس، نازل غرز ومعلق ايده عالكلاكس. شغل مزيكا عالية والمود كئيب، وكلامها كله كان عن هجر الحبيب. واخدت مواصلة في مواصلة وبقالي ساعات، جربت كل الحاجات، الوقت ضاع وفات. ونفدت بجلدي ووقفت استنى تاكسي، واحد وقف لي وسألته يا عم توديني روكسي. قال لي ماشي يا نجم بس قول لي هتدفع كام، اي حاجة يا اسطى بس نهرب من الزحام. صدع دماغي بحكاياته وكلام سخيف، والجو نار ومش راضي يشغل تكييف. خلاني هربت منه وركبت مواصلة. عمرنا بيضيع في مواصلات.